بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال ابن كثير رحمه الله: يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك. وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة، ورد عليهم تعالى في ذلك، وهكذا قال لهم في هذه الدعوة التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة، فقال: تلك أمانيهم. وقال أبو العالية رحمه الله: أماني تمنوها على الله بغير حق. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس رحمهم الله، ثم قال: قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم: هاتوا برهانكم. وقال أبو العالية ومجاهد والسدي والربيع بن أنس رحمهم الله: حجتكم، هاتوا برهانكم، أي حجتكم. وقال قتادة رحمه الله: بينتكم، هاتوا برهانكم، أي بينتكم على ذلك إن كنتم صادقين كما تدعونه. ثم قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وقال أبو العالية والربيع رحمهم الله: بلى من أسلم وجهه لله، يقول من أخلص لله، أي أخلص العبادة لله عز وجل. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: بلى من أسلم، أي أخلص وجهه، قال دينه، وهو محسن، أي متبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن للعمل المتقبل شرطين: أحدهما أن يكون خالصاً لله وحده، والآخر أن يكون صواباً موافقاً للشريعة. فمتى كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يتقبل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم رحمه الله من حديث عائشة أم المؤمنين
رضي الله عنها عنه عليه السلام. فعمل الرهبان، رهبان عباد النصارى، فعمل الرهبان ومن شابههم وإن فرض أنهم يخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعاً للرسول محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة. وفيهم وأمثالهم قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا. فالعمل إذا لم يكن مطابقًا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يُقبل. فعلينا أن نُخلِص العبادة لله ونتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسرابٍ بقيعةٍ يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. السراب إذا خرجت وقت حرارة الشمس ترى أمامك مثل الماء، ولكن إذا وصلت إليه لا شيء. فهكذا أعمال الكفار لا شيء. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. فعلينا أن نخلص العبادة لله وحده لا شريك له، ونتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنها رضي الله عنه أنه تأولها في الرهبان، يعني أن هذه الآية في الرهبان عباد النصارى لأنهم ابتدعوا ولم يتبعوا فبطل عملهم. وأما إن كان العمل موافقًا للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عمله القصد لله فهو أيضًا مردود على فاعله. إذا كان رياء أو سمعة أو غير ذلك لغير الله فهو مردود. وهذا حال المنافقين والمرائين، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعوذ بالله من الرياء والسمعة والنفاق. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ولهذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيجب إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وأن يكون موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال في هذه الآية الكريمة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي أخلص عمله لله. وقوله تعالى: فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجور وآمنهم مما يخافونه من المحذور. فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما مضى مما يتركونه، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله: فلا خوف عليهم يعني في الآخرة، ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون للموت. وقوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم، كما قال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم أهل نجران
من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتتهم أحبار يهود أي علماء يهود، فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى عليه السلام وبالإنجيل، نعوذ بالله من الكفر. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء، وجحد بنبوة موسى عليه السلام وكفر بالتوراة، نعوذ بالله. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. قال: إن كلًا يتلو في كتابه تصديق من كفر به، أي يكفر اليهود بعيسى عليه السلام، وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله على لسان موسى عليه السلام بالتصديق بعيسى عليه السلام، وفي الإنجيل ما جاء به عيسى عليه السلام بتصديق موسى عليه السلام، وما جاء من التوراة عند الله، وكل يكفر بما في يد صاحبه، نعوذ بالله من الكفر. وقال مجاهد رحمه الله في تفسير هذه الآية: قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء، يعني عندما كانوا متبعين لأنبيائهم، ولما غيروا وبدلوا هلكوا. وقال قتادة رحمه الله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قال: بلى، قد كانت أوائل النصارى على شيء، ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، قال: بلى، قد كانت أوائل اليهود على شيء، ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. الذين آمنوا بموسى والتوراة عليهم السلام وماتوا على ذلك فهم على خير، وأما من كفر وبدل فقد هلك. وعنه رواية أخرى كقول أبي العالية والربيع بن أنس رحمهم الله في تفسيره هذه الآية: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول يقتضي أن كلًا من الطائفتين اليهود والنصارى صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى، ولكن ظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه مع علمهم بخلاف ذلك. ولهذا قال تعالى: وهم يتلون الكتاب، أي وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل كل منهما قد كانت مشروعة في وقت، ولكن تجاحدوا فيما بينهم عنادًا وكفرًا ومقابلةً للفاسد بالفاسد، كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة رحمهم الله في الرواية الأولى عنه في تفسيرها، والله أعلم. فيجب علينا أن نتمسك بالقرآن العظيم وبسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على الحق والإيمان والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يبين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من القول، وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف في من عني بقوله تعالى الذين لا يعلمون، فقال الربيع بن أنس وقتادة رحمهم الله: كذلك قال الذين لا يعلمون، قالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم. وقال ابن جريج رحمه الله: قلت لعطاء رحمه الله: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. وقال السدي رحمه الله: كذلك قال الذين لا يعلمون، فهم العرب
قالوا ليس محمد على شيء صلى الله عليه وسلم. واختار أبو جعفر بن جرير رحمه الله أنها عامة تصلح للجميع، وليس ثم أي هناك دليل قاطع يعين واحداً من هذه الأقوال، فالحمل على الجميع أولى، والله أعلم. وقوله تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي إنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم، ولا يظلم مثقال ذرة. وهذا كقوله تعالى في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وكما قال تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم جل جلاله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين: أحدهما ما رواه العوفي رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، قال: هم النصارى. وقال مجاهد رحمه الله: هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى أي الوسخ، ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن قتادة رحمهم الله في قوله: وسعى في خرابها، هو بخت نصر وأصحابه، يعني أحد الظلمة، خرب بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى عياذا بالله. وقال سعيد عن قتادة رحمهم الله قال: أولئك أعداء الله النصارى، حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بخت نصر فالبابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس نعوذ بالله. وقال السدي رحمه الله: كانوا ظاهروا أي عاونوا بخت نصر على خراب بيت المقدس حتى خربه، وأمر به أن تطرح فيه الجيف أي الموتى، وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا عليهما السلام. وروي نحوه عن الحسن البصري رحمه الله. القول الثاني ما رواه ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، قال: هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، أي منعوه من العمرة، وبين أن يدخل مكة حتى نحر هدية بذي طوى وهادنهم أي صالحهم، وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت الكعبة المشرفة، وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده، فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باقي. فالمشركون منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة منعوهم من أداء العمرة يوم الحديبية. وفي قوله: وسعى في خرابها، قال: إذا قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله:
ذكر عن سلمة رحمه الله قال: قال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشًا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ثم اختار ابن جرير رحمه الله القول الأول، واحتج بأن قريشًا لم تسعى في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس. قلت: الذي يظهر والله أعلم القول الثاني كما قاله ابن زيد، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كان دينهم أقوم من دين اليهود، وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولاً إذ ذاك، لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم عليهم السلام، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضاً فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام. وأما اعتماده على أن قريشًا لم تسع في خراب الكعبة، فأي خراب أعظم مما فعلوا، أي من إخراج الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، أخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، كما قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. اللهم اجعلنا من المتقين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم اجعلنا من المهتدين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا أي تميزوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً. فقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. اللهم اجعلنا منهم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فإذا كان من هو كذلك مطرودًا منها مسدودًا عنها، فأي خرابٍ لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك. عمارة المساجد العمارة الحسية البناء، والعمارة المعنوية بالعبادة والطاعة. وقوله تعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة الصلح والجزية،
ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 90 أن ينادى برحاب منى: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. ومن كان له أجل أي مدة فأجله إلى مدتي. وهذا كان تصديقاً وعملاً بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، أي قلوبهم نجسة بالشرك والكفر. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال بعضهم: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم، فضلاً أن يستولوا عليها أو يمنعوا المؤمنين منها. والمعنى: ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وغيرهم. وقيل إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا، يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يبقى بجزيرة العرب دينان بل إسلام فقط، وأن تجلى أي تطرد اليهود والنصارى منها، ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة المباركة التي بعث الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً صلوات الله عليه. وهذا هو الخزي لهم أي للكفار في الدنيا، لأن الجزاء من جنس العمل. فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه، وكما أجلوهم من مكة أجلوا منها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على ما انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عريانا وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من فسر بيت المقدس فقال كعب الأحبار: إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خربوه، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفا. وقال السدي رحمه الله: فليس في الأرض الرومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن يضرب عنقه أو قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. وقال قتادة رحمه الله: لا يدخلون المساجد إلا مسارق، أي بالخفية. قلت: وهذا لا ينفي أن يكون داخلاً في معنى عموم الآية، فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس بامتهان الصخرة التي كانت يصلى إليها اليهود عوقبوا شرعاً وقدراً بالذلة فيه إلا في أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس. وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى، كانت عقوبتهم أعظم، والله أعلم. وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي عليه السلام عند السدي. المهدي داعية يدعو إلى الله، يخرج في آخر الزمان ويدعو إلى الله. وعكرمة وأوائل بن داود، وفسره قتادة بأداء الجزية
أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون ذليلون. والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله، وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس، سمعت أبي يحدث عن بسر بن أرطاه رحمه الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. قال المعلق: الحديث في المسند للإمام أحمد رحمه الله، وهذا حديث حسن، وليس هو في شيء من الكتب الستة، بل في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وليس لصحابيه وهو بسر بن أرطاه رضي الله عنه، ويقال ابن أبي أرطاه حديث سواه، وسوى حديث لا تقطع الأيدي في الغزو، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وهذا والله أعلم فيه تسلية، أي إزالة الحزن للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهراً أو 17 شهراً، ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الناسخ والمنسوخ: حدثنا حجاج بن محمد، أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة، نسخ من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة المشرفة. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، ثم صرفه الله إلى بيته العتيق الكعبة المشرفة ونسخها، أي نسخ الاستقبال إلى بيت المقدس، فقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فاستقبال الكعبة شرط من شروط صحة الصلاة. وقال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، نسخ اتجاه إلى بيت المقدس إلى الاتجاه إلى الكعبة المشرفة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أهلها اليهود، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهراً، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم يعني الكعبة المشرفة عليه السلام، فكان يدعو وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطره. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال عكرمة
رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا. وقال أبو جاهد رحمه الله: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: قبلة الله حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله بعد روايته الأثر المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما في نسخ القبلة عن عطاء رحمه الله عنه، وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء الخراساني وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم رحمهم الله نحو ذلك. وقال ابن جرير رحمه الله: وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة، وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية، لأن له تعالى المشارق والمغارب، وأنه لا يخلو منه مكان. الله عز وجل على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله، كما قال تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، يعني يرى كل شيء سبحانه ويسمع كل شيء ويعلم ما في صدورنا. قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام، هكذا قال. وفي قوله: وإنه تعالى لا يخلو منه مكان، إن أراد علمه تعالى فصحيح، إن علم الله في كل مكان، فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات، وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه. الله تعالى في العلو على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ليس محصورا في مكان، بل هو في العلو جل جلاله. الرحمن على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. قال ابن جرير رحمه الله: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا من الله أن يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره، وفي حال المسايفة أي الجهاد وشدة الخوف. فصلاة النافلة على الراحلة في السفر مباح، وكذلك في وقت الجهاد إذا لم يتمكن من استقبال القبلة يصلي إلى أي جهة تيسر في حال الجهاد والقتال، وأما في حال الأمن فلا بد من استقبال الكعبة المشرفة. حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن إدريس، حدثنا عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، يعني النافلة في السفر، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني في صلاة النافلة في السفر على الراحلة. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه رحمهم الله من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان به، وأصله في الصحيحين رحمهم الله من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة رضي الله عنهما من غير ذكر الآية، وفي صحيح البخاري رحمه الله من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك
صلوا رجالاً أي على أرجلهم، قياماً على أقدامهم، وركباناً مستقبل القبلة وغير مستقبليها، يعني في وقت الجهاد قتال الكفار. قال نافع رحمه الله: ولا أرى ابن عمر رضي الله عنهما ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: ولم يفرق الشافعي رحمه الله في المشهور عنه بين سفر المسافة أي مسافة القصر وسفر العدوى، فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على الراحلة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله خلافاً لمالك رحمه الله وجماعة. واختار أبو يوسف وأبو سعيد الأصطخري التطوع على الدابة في مصر، وحكاه أبو يوسف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه، واختاره أبو جعفر الطبري رحمه الله حتى للماشي أيضا. قال ابن جرير رحمه الله: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة، أي لم يهتدوا إليها، يعني كانوا مسافرين ولم يعرفوا جهة القبلة، فلم يعرفوا شطرها، فصلوا على أنحاء مختلفة، فقال الله: لي المشرق والمغرب، فأينما وليتم وجوهكم فهنالك وجهي وهو قبلتكم، فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية. المسافر يجتهد أن يستقبل الكعبة، فإذا أخطأ وصلاته مقبولة بإذن الله لأنه أخطأ القبلة ولم يتعمد. قال أبو جعفر: قال حدثنا أحمد ابن إسحاق الأهوازي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا أبو الربيع السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة، فنزلنا منزلاً فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجداً يصلي فيه، فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة، فقلنا: يا رسول الله، لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة. فأنزل الله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. إذا كان مسافر ولم يهتدي إلى القبلة يجتهد ويصلي وربنا يتقبل. ثم رواه عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن أبي الربيع السمان بنحوه رحمهم الله، ورواه الترمذي رحمه الله عن محمود بن غيلان عن وكيع وابن ماجه رحمه الله عن يحيى بن حكيم عن أبي داود عن أبي الربيع السمان رحمهم الله، ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن الحسن بن محمد بن الصباح عن سعيد بن سليمان عن أبي الربيع السمان واسمه أشعث بن سعيد البصري وهو ضعيف الحديث. وقال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك، يعني ليس إسناده قوي، ولا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث يضعف في الحديث. قلت: وشيخه عاصم أيضا ضعيف. قال البخاري رحمه الله: منكر الحديث، يعني هذا الراوي. وقال ابن معين رحمه الله: ضعيف لا يحتج به. وقال ابن حبان رحمه الله: متروك، أي ترك المحدثون الرواية عنه، والله أعلم. وقد روي من طرق أخرى عن جابر رضي الله عنه. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه رحمه الله في تفسير هذه الآية: حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل، حدثنا الحسن بن علي بن شبيب، حدثني أحمد بن عبيد الله بن الحسن قال: وجدت في كتاب أبي، حدثنا عبد الملك العرزمي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، يعني قطعة من الجيش، كنت فيها فأصابتنا ظلمة
فلم نعرف القبلة، فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة، هي هاهنا قبل السماك. فصلوا وخطوا خط خطوطا، فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة. فلما قفلنا أي رجعنا من سفرنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، وأنزل الله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه به. وقال الدارقطني رحمه الله: قرئ على عبد الله بن عبد العزيز وأنا أسمع: حدثكم داود بن عمرو، حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن محمد بن سالم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فأصابنا غيم سحاب، فتحيرنا فاختلفنا في القبلة، فصلى كل منا على حدة، وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم لنعلم أمكنتنا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزأت صلاتكم. ثم قال الدارقطني رحمه الله: كذا قال عن محمد بن سالم، وقال غيره عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء، وهما ضعيفان. ثم رواه ابن مردوية رحمه الله أيضا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية، يعني قطعة من الجيش، فأخذتهم ضبابة أي سحابة، فلم يهتدوا إلى القبلة، فصلوا لغير القبلة، ثم استبان لهم بعد طلوع الشمس أنهم صلوا لغير القبلة. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه الأسانيد فيها ضعف، ولعله يشد بعضها بعضا. وأما إعادة الصلاة لمن تبين له خطأه ففيها قولان للعلماء، وهذه دلائل على عدم القضاء، والله أعلم. قال ابن جرير رحمه الله: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي. النجاشي أصحم ملك الحبشة أسلم، ولما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب رضي الله عنه، لأنه أسلم ولأنه أعان المهاجرين رضي الله عنه. كما حدثنا محمد بن بشار، حدثنا هشام بن معاذ، حدثني أبي عن قتادة رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه. قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم؟ قال: نزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. قال قتادة رحمه الله: فقالوا: فإنه كان لا يصلي إلى القبلة. فأنزل الله: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا غريب، والله أعلم. وقد قيل إن إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة، كما حكاه القرطبي رحمه الله عن قتادة رحمه الله. وذكر القرطبي رحمه الله أنه لما مات أي النجاشي أصحمه، صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بذلك من ذهب إلى الصلاة على الغائب. قال: وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه: أحدها أنه عليه السلام شاهده حين صلى عليه طويت له الأرض، الثاني أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه، واختاره ابن العربي رحمه الله. قال القرطبي رحمه الله: ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه.
يعني هذا بعيد، واختاره ابن الجرير، واختاره ابن العربي، وقد أجاب ابن العربي عن هذا رحمه الله: لعلهم لم يكن عندهم شرعية الصلاة على الميت، وهذا جواب جيد. الثالث أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك، والله أعلم. وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله في تفسير هذه الآية من حديث أبي معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق، وله مناسبة هاهنا. وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله من حديث أبي معشر، واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني: به ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي لمن كان بالمدينة وأهل الشام وأهل العراق. وقال الترمذي رحمه الله: وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسن بن أبي بكر المروزي، حدثنا المعلى بن منصور، حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لمن كان من أهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق. ثم قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وحكي عن البخاري رحمه الله أنه قال: هذا أقوى من حديث أبي معشر وأصح. قال الترمذي رحمه الله: وقد روي عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، يعني لمن كان من أهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق، إذا توجهوا بين المشرق والمغرب توجهوا إلى الكعبة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة، يعني تكون متوجه إلى الكعبة لمن كان في المدينة وأهل الشام وأهل العراق. ثم قال ابن مردوية رحمه الله: حدثنا علي بن أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا يعقوب بن يونس مولى بني هاشم، حدثنا شعيب بن أيوب، حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقد رواه الدارقطني والبيهقي رحمهم الله. وقال المشهور عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قوله. قال ابن جرير رحمه الله: ويحتمل: فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم. كما حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثني حجاج قال: قال ابن جريج قال مجاهد رحمهم الله: لما نزلت ادعوني أستجيب لكم، قالوا: إلى أين؟ فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن جرير رحمه الله: ويعني بقوله: إن الله واسع عليم، يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود. وأما قوله عليم فإنه يعني عليم بأعمالهم ما يغيب عنهم منها شيء ولا يعزب عن علمه، بل هو يجمع بجميعها عليم.
جل جلاله. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اشتملت هذه الآية الكريمة والتي تليها على الرد على النصارى عليهم لعائن الله وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشرك العرب ممن جعل الملائكة بنات الله، سبحان الله. فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم إن لله ولدا، فقال تعالى سبحانه أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، بل له ما في السماوات والأرض، جميعهم خلقه وعبيده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، جل وعلا. بل له ما في السماوات والأرض، أي ليس الأمر كما افتروا، وإنما له ملك السماوات والأرض، وهو المتصرف فيهم، وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء، والجميع عبيده، والجميع عبيد له وملك له، فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولد من شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له، فكيف يكون له ولد سبحانه وتعالى؟ كما قال تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا جل جلاله. وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جل جلاله. فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له، وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة، فكيف يكون له منها ولد؟ ولهذا قال البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير هو ابن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انفرد به البخاري رحمه الله من هذا الوجه. وقال ابن مردويه رحمه الله حدثنا أحمد بن كامل حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثنا مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم ينبغي له أن يكذبني وشتمني ولم ينبغي له أن يشتمني، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتي، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد جل جلاله. وفي الصحيحين رحمهم الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذن سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم جل جلاله. وقوله: كل له قانتون.